وكانت المرأة اللي هي أبيجايل جيدة الفهم، جميلة الصورة، جيدة الفهم. لما الكتاب المقدس يقول عن المرأة جيدة الفهم يعني معناها أن هي مميزة. دايما دايما الأسهل يوصفوا الست بالجمال، لكن لما يقول جيدة الفهم يعني معناها عندها حاجة مميزة. أحيانا تلاقوا ست عاقلة يكون مثلا جوزها مش مهتم بحياته الروحية، فتلاقوها هي مثلا من خوفها على بيتها وعايزة بركة ربنا في البيت، حتى أحيانا من وراها تطلع حاجات بسيطة كده وتقول يا ابونا دي العشور بتاع البيت، أصل سامحنا ده جوزي مش مهتم قوي بالموضوع ده. من أجل إنها بتدور لبيتها على البركة بتروح تدور على أي عمل روحي تعمله من ورا جوزها، بتطلب البركة ليها ولي ولبيتها، وتكون هي سبب البركة اللي في البيت رغم إن الراجل نفسه ممكن ما يكونش مهتم بخلاص نفسه. القصة مش قصة أكل وشرب. لما الست تبقى عارفة الحاجة الحلوة اللي تحمي بيتها وتزود النعمة في البيت ممكن تعمل كده حتى ولو كان من ورا جوزها، لأن هي طلباله البركة، وإذا كان هو لسه مش عارف قيمة البركة هي بتجيبها له لحد عنده من غير ما يكون هو ليه فضل فيها. هانم دي لأنها كانت جيدة الفهم حسب وصف الكتاب المقدس، راحت أول ما شافته عشان تمتص انفعاله بدل ما تسمع لها كلمتين راحت بسرعة نازلة. طبعا الموقف يعلمنا لما تلاقي حد منفعل بدل ما ندخل في عتاب وبدل ما ندخل في مين اللي غلط، بسرعة اتواضع في لحظة الشيطان بتاع الغضب يتحرق، وبعد كده يبقى في مجال للحوار بسرعة. قبل ما تقول له أي كلمة راحت أول ما شافته نزلت مع الحمار وراحت عند رجليه وسجدت له. طبعا الموقف ده خلى داود خلاص هو أصلا رايح كرامته مجروحة، شاف الهانم بتاع البيت راحت سجدة قدامه في على الطريق قدام رجالته طبعا، والموقف ده امتص انفعال داود. سقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، امسحها فينا، والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، أن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. شوفوا الذكاء، هي عارفة أن داود داود بيحب ربنا، فهي عارفة أن الحاجة اللي هتخليه يرجع عن غضبه تفكره بعلاقته بربنا. قالت له ده ربنا بعتني ليك عشان ما تنتقمش لنفسك، عشان ما يصحش ان الملك القادم يكون سبب في قتل واحد من رعاياه، بتلمس له الوتر الحساس. هو متألم طبعا لانه لغاية دلوقتي مطارد في البرية ولا شايف ملك ولا حتى قاعد في بيت ابوه، وفي نفس الوقت بتقول له ده ربنا اللي انت بتحبه ما يحبش ان انت تعمل كده، ما يصحش يبقى في تاريخك كملك انك قتلت واحد من رعاياك. فابتدت تتعامل معاه كملك، فرجعت له كرامته اللي نفسه فيها، مش بس المستوى اللي هو عايش فيه لكن كمان اللي نفسه فيها. انا بقول كل الكلام ده عشان الرجالة والستات يتعلموا ازاي يتعاملوا في المواقف اللي يكون فيها انفعال وغضب عشان الامور ما تكبرش. هي بتتعامل مع واحد واخد قرار قدام 600 رجل ان ما يطلعش الصبح من غير ما يموت كل البيت، فهي بتعمل عمل عظيم في انها تغير رأي واحد قدام رجالته. والان هذه البركة التي اتت بها جاريتك الى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. يعني شوف الذوق، مش بتقول له يعني خد اهو خد واسكت، بتقول له انا عارف ان انت مش بتاع الحاجات دي شوية الحاجات البسيطة دي بركة انا بعتها للرجالة اللي وراك للعيال الصغيرة اللي بتشتغل معاك، انت ما تبصش للحاجات التافهة دي مش مستواك. بترفع من شأنه، بتقول له ان الحاجة اللي انا بعتها لك مش دي، انا بعتها لك هدية
هتاكل ايديك وراها؟ لا مفيش الكلام ده. بتقول له ده انا بعتلك شويه حاجات بسيطه تنفع للعيال اللي هي بتشتغل معاك. بتقول له عن نفسها مره قالت له امتك ومره قالت له ايه جاريتك. واصفح عن ذنب امتك لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا، لان سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل ايامك. الراجل نسي هو كان طالع عشان ايه بصراحه، من كتر ما هي قالت له كلام حلو لطيف نسيته كل الغضب وعيشته في ان هو ملك اسرائيل. وقالت له ربنا يجعل ليك بيت امين، يعني بيت ملك، يعني ربنا يديك سؤل قلبك، يعني ربنا يديك اللي في بالك كده بالبلد يعني. فقال داود لأبيجايل مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. مبارك عقلك تتقال لكم واحدة النهاردة؟ واخدة هي دلوقتي نشانين. دلوقتي في الأول الكتاب المقدس شهد وقال جيدة الفهم، والمرة الثانية داود نفسه شهد لها وقال لها مبارك عقلك. حلو إن البيت يبقى فيه اتنين حتى إن واحد فيهم اتصرف بدون وعي أو بدون مصلحة البيت يلاقي الطرف الثاني بيستر عليه وبيعدل الدفة. ما أسهل التذمر، ما أسهل النقد، ما أسهل الشكوى، ما أسهل إن الإنسان يقول يستاهل، ما أسهل إن الإنسان يلوم على الطرف الثاني. فاضل بس إيه؟ فاضل إن يبقى في فرق ما بين واحدة عادية وما بين واحدة يتقال عنها جيدة العقل. لو كل واحد وهو بيتصرف يحط في باله ان هو تحت التقييم، يا اما هيتقال عنه مبارك هو عقلك او مبارك هو عقلك، او ان الانسان يتصرف زي ما يجي في باله يعمل ويقول ما هم اللي حصل منهم، هم اللي غلطوا في الاول وما الى ذلك. الراجل يكسبوه بالتواضع. احيانا الست يتهالها ان الراجل يلزمه راجل. الراجل يلزمه ست. يعني ايه يلزمه ست؟ يعني الست بتواضعها تخلي الراجل يبقى زي الخاتم في ايديها، مش عديم الشخصيه، لا، يبقى حلو على قلبه زي العسل ان هو يلبي لها طلباتها. الست المتواضعه تعرف تخلي جوزها يقول لها حاضر. والست اللي تحب تمشي كلمتها في البيت لو كان جوزها شديد شوية ممكن يجرحها. يبقى الست المتواضعة تكسب جوزها العنيف. الست المتواضعة تكسب جوزها لما يكون عنيف.